السلام عليكم حباب البعد والقراب. هو المعلم كيصاوبنا هذا البيت عندي في الخيمه، الخيمه ديالي كيصاوب البيت هذا ديكور جديد. معلم تبارك الله عليه، المعلم ديالنا تبارك الله كيجدد الورده. بعد غادي يصبخها، نشوفوها كي غتبان ان شاء الله في الاخر. تبارك الله عليك. دابا كدير ليها المعلم، كدير ليها هذاك السكوتش ياك؟ كدير المعلم كنضرب البابيكولا. اها ديك الساعة ملي كنصبغوها كنزولها هي. هاك 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 هذا مع السكوتش باش كتوضح. هذا السكوتش باش كت السكوتش كت السكوعات كي يصبغ السكوتش. ايه ملي كدير الصباغه، ملي كدير الصباغه كتعطي منظر واعر. ودابا قرب يكمل هاد الورده معلم. انت قربت يا معلم، سالي الورده ديالك. شوي بشوي داكشي المعامل دوام شي بحال الساعه. ايوا ماشي مشكل، حتى الغدا ان شاء الله. ها هو دابا كيغطي داك السكوتش اللي دار داك الزواق. Thank you.
انا بغيت هاد اللوين شيبي زوين بارد. قرب يسالي الحيط. خير ان شاء الله. الله يعطيك الصحة أنت سيدي. وهنا محمد مزيان. غادي يبدا يحيد داك السكوتش. ذاك دايره انا نسحبك تخليها حتى الصباح تحيدو. لا انا نسحبك تخليها حتى الصباح. هل كتصحح حولي شي؟ والله الا سبحان الله العظيم. ها ها قولي له انت تقعد تلصق دابا تاني صافي. ها هي كي جات الوردة. Thank you.
ها صافي فتحت المهمة ديالهم. لا عليك بالزمان في موريتانيا. شو هاد الخدمة كي دايرة؟ دابا اللي شاف هاد الفيديو غادي يعيط لك انت سي مصطفى. ايوا خدم ليك. عيط لحظة. تبارك الله عليك المعلم جات زينة الوردة الديكور جا فن. ها الشكل ديال النهائي. هذا المعلم هو سلام هذا البيت. هو صبغو السلام عليكم حبايبي بعد القران. دابا انا تعودت كنشارك معكم كل شيء. دابا جا واحد المعلم صبار دار لينا هاد الورده هنا في هاد البيت الناس. هو هاي الوردة جات فينا. دابا بعد ما سلم من هاد البيت دابا راه خرج برا الحيوط اللي برا. حنا غنمشيو عندو نشوفو شنو دار. هاذي تاهي صبخة جات زوينة. هو المعلم خرج هنا هاد الحيوط اللي برا. تبارك الله عليك المعلم. الله يبارك فيك. ها اللي شافك تقادد هاد الشيء ان شاء الله غيبقاو الناس يعيطوا عليك من بلاد يا بلاد. تجي تقاد ليهم هاد الصباغه وهاد الديكور اللي غادي دير. هاد الشيء كله غادي تصبغ هاد الحيط. تبعوا من الأول.